بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامج مواقف من السيرة، وهذه الوقفة في هديه صلى الله عليه وسلم في الإيثار، أن يؤثر الآخرين على نفسه وأهله، حتى قال لأهله صلى الله عليه وسلم: والله لا أطعمكم وأدع أهل الصفة يتضورون جوعا أو تتوارى بطونهم من الجوع. وذلك أن أهل الصفة وهم مهاجرو أهل مكة من الصحابة الذين جاءوا المدينة وهم فقراء، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهله: لا أعطيكم ما أدع أهل الصفة يتضورون جوعا. فكان يؤثر على نفسه وأهله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أثنى على من يؤثر على غيره. قال عن الأشعريين الذين جاءوا من اليمن وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسكنوا المدينة، قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا ما بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. انظر إلى الإيثار، من كان عنده طعام يأتي به وجمعه في ثوب واحد، ثم تكون القسمة بالسوية بين جميع أفراد الأسرة والقبيلة. كذلك الله عز وجل أثنى وقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مع اختصاصي بهذا الشيء يؤثر غيره على نفسه، وذلك فيه صور عظيمة. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بين سعد بن الربيع الأنصاري من أهل المدينة وعبد الرحمن بن عوف المهاجر من أهل مكة، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إن لي مالا كثيرا أشاطرك إياه نصفين، وإن لي زوجتين انظر أعجبهما إليك حتى أطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها. الله أكبر، من الذي يفعل هذا؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حتى قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدلوه على السوق قينقاع حتى باع واشترى وربح، ثم تزوج بعد ذلك. فالشاهد انظر إلى هذا الإيثار العظيم. أيضا من صور الإيثار العظيمة حينما جاء رجل مجهود جائع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني مجهود من الجوع. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه، وكل واحدة تقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى زوجته، قال: هل عندك طعام؟ قالت: والله ما عندي إلا طعام صبياني. قال: نومهم وقدمي هذا الطعام إلى الضيف، وقومي فأصلحي سراجك، حتى إذا قام الضيف ليأكل قومي كأنك تصبحي سراجك فأطفئيه، حتى يأكل الضيف وحده لا يشاركانه. وكان من عادتهم أنهم يأكلون مع الضيف حتى يطمئن ويأكل. فأخذ الضيف يأكل لوحده وقد باتا طاويين من الجوع. فلما غدا، يعني أصبح وغدا من الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل الذي آوى هذا الضيف عنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عجب البارحة من صنيعكما بضيفكما. الله أكبر،
انظر إلى هذا الإيثار، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إليكم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يحث الناس على التعاون فيما بينهم في إعانة المحتاج وإيصال الحاجات إلى الآخرين، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. كان يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد يعني طعاما فليعد به على من لا زاد له. يقول أبو سعيد الخدري: فعدد أموالا صلى الله عليه وسلم، يعني اللي عنده دابة زائدة فضل يعني زائدا فليعطيها على من لا ظهر له، يعني ليس له دابة مثل السيارة اليوم. ومن كان عنده طعام زائد فليعطيه على من لا طعام له. يقول أبو سعيد: فعدد أموالا حتى ظننا أنه لا حق لفضل منا لأحد، يعني أي شيء زائد عندك أعطى غيرك. يقول: حتى ظننا أنه لا حق لفضل لأحدنا أنه يدخر شيئا، فلا بد أن يكون هناك تعاون وتكافل اجتماعي بين أفراد المجتمع. والإيثار هذا والله من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يؤثر غيره على نفسه، هذا دليل صدق الإيمان والوفاء في التعاون مع الآخرين، كما كان هديه صلى الله عليه وسلم. جاءه بعض الأنصار فسألوه عليه الصلاة والسلام فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم قال: والله ما يكون من شيء، وفي رواية: من خير عندي فأدخره دونكم. يقول: لو عندي شيء ما أخبي عنكم أبدا. وحتى أعطى صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا يملك شيئا، آثر الآخرين على نفسه. سأله بعض الناس مرة فأعطاهم حتى ضايقوا عليه، حتى تعلق رداؤه بشجرة السمر، قال: أعطوني ردائي فوالله ما يكون عندي من شيء فأدخره دونكم. وهو عليه الصلاة والسلام ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، مع أنه يستطيع أن يملك زهرة الحياة الدنيا، وقد خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، لأنه لا يؤثر الدنيا على الآخرة. وقد قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وقال: والآخرة خير وأبقى. ويمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، تقول أم المؤمنين عائشة: ثلاثة أهل في شهرين، يعني شهرين كاملين، هلال دخل شهر، انتهى الشهر هذا دخل هلال الشهر الثاني، ثم هلال الشهر الثالث في أوله، شهران تامان بين ثلاثة أهلة لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار لطعام. حتى قيل لعائشة أم المؤمنين كما سألها عروة ابن أختها أسماء: ما كان طعامكم يومئذ يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فكان عليه الصلاة والسلام لا يدخر شيئا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإنسان مهما يقدم فإنه والله لا يوفي نعم الله عز وجل عليه، والله تعالى قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله عز وجل، وهو الذي أمرك، فقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مو الشيء الذي لا تريده أو الشيء الزائد عندك، مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. حتى جاء بعض الصحابة كأبي الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان أبو طلحة، تصدقوا ببساتين لهم يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. هكذا الإيثار وهكذا الصدق في الصدقة
وكذلك العطاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة، يعني قال فيها عن الصدقة، قال والصدقة والصبر والصلاة، نوع فيها، قال والصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان، أي تبرهن عن صدق صاحبها وإيثاره للآخرين، حينما يكون على الإيثار فقد نزع من قلبه المنع وكذلك الشح الذي والله من مفسدات الأخلاق، وكذلك مما حذر منهم عليه الصلاة والسلام حين قال إياكم الشح فإنما أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالذي لا يعود نفسه على الإيثار فإن هذه النفس ستكون جامعة مانعة، فتتولد بعد ذلك حب الدنيا وإيثارها على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خلق الإيثار، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق معه سبحانه وجل في علاه، وأن نكون صادقين أوفياء في تعاملنا مع الآخرين. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.